مقتل بحارين مصريين وإصابة اثنين آخرين في المياه الإقليمية التونسية. عدد من أعضاء المجلس التأسيسي يحتجون على قرار تغيير النيابة الخصوصية بصفاقس. أطباء تونس الكبرى يواصلون حمل الشارات الحمراء. تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي. قتل بحاران مصريان وأصيب اثنان آخران بجروح على متن مركب صيد مصري أمس الاثنين، وذلك عندما قامت خافرة حربية تونسية بمطاردة المركب وإطلاق الرصاص في اتجاهه. العملية جدت عندما انتهك المركب المياه الإقليمية التونسية وتعمد الصيد في المناطق التونسية المحجرة قبالة سواحل جزيرة قرقنة رفقة 9 مراكب أخرى. وكان المركب قد رفض الامتثال لأوامر التوقف وقام بمناورات خطيرة بمساندة مركب صيد آخر قصدت صدمة الخافرة التونسية، مضطر الأخيرة إلى إطلاق النار حسب البلاغ الصادر عن وزارة الدفاع الوطني. المركب تم حجزه بالقاعدة البحرية بصفاقس كما ترون في الصور المعروضة أمامكم. هذا ووقع نقل الجريحين إلى المستشفى الجهوي بصفاقس. العميد مختار بن نصر يقدم المزيد حول هذه الحادثة. المناورة الخطيرة اللي قام بها المركب هذايا قصد صدم يعني الخافرة التونسية بالاستعانة بواحد من زملائه في مركب ثاني، فيعني تم السيطرة على الوضع واقتياد هذا المركب إلى الميناء يعني بالقاعدة البحرية بصفاقس، وأثر تفتيشه تم التفطن لوجود 12 بحار وزوز جرحى وزوز قتلى مصريين، فتم نقل الجرحى بالطبع إلى المستشفى قصد يعني معالجتهم والقيام بالإسعافات الضرورية لهم. وزارة الخارجية التونسية من جهتها أصدرت بياناً أعربت فيه للسلطات المصرية عن أسفها لوقوع ضحايا في العملية ومقدمة تعازيها لعائلتي القتيلين. استنكر عدد من أعضاء المجلس التأسيسي قرار رئيس الحكومة المؤقتة بتغيير النيابة الخصوصية بصفاقس معتبرين إياه قراراً تعسفياً، قرار فوجئ به الأعضاء لدى عودتهم من العطلة، حيث أن تغيير النيابات الخصوصية لا يتم إلا بحكم ظرف طارئ أو بعد الانتخابات حسب ما تم الاتفاق عليه سابقا. المحتجون من النواب اعتبروه محاولة للسيطرة على مفاصل الدولة قبل الانتخابات. النائب بالمجلس التأسيسي عن صفاقس شكري يعيش يوضح. أنا أعتبرها الطريقة التعسفية، ولهذا منها كنائب مجلس تأسيسي سأتقدم ومجموعة أخرى من مش من صفاقس بل من جهة كل مش نتقدموا بأسئلة شفهية للحكومة المسؤولين على الطور هذا، وإحنا ما عندناش بجستو على خاطر هذايا الطريقة هذه يعني السيطرة على المرفق العام والسيطرة على مفاصل الدولة وخاصة إحنا على أبواب انتخابات تشريعية ورئاسية. لليوم الثاني على التوالي يحمل أطباء الصحة العمومية بتونس الكبرى الشارة الحمراء احتجاجا على عدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم ولسوء ظروف العمل. سيف الدين العامري. للمطالبة بأجور حصص الاستمرار لأطباء التدخل الاستعجالي وللاعتراف بنقابة أطباء وزارة الداخلية ولأجل إشكالات أخرى تهم قطاع أطباء الصحة العمومية وظروف عملهم، حمل الأطباء الشارة الحمراء تعبيرا عن احتجاجهم. لأنه وزارة الصحة متلفتتش جملة واحدة، تجاهلت الموضوع نهائيا، اضطرينا مش نحملوها الشارة الحمراء هذه الأسباب تعرفوها الكل ولا الناس كل تعرفها، عدم خلاص حصص الاستمرار جماعة قسم المساعدة الطبية الاستعجالية في مونفلوري سامي 01 الكاميون. اثنين، عندنا النقابة تكونت في الأطباء في وزارة الداخلية وفي الوقت للوقت هذا التو ما وقع قبولها أو حتى الاعتراف بها وعندها عام اللي تكونت. نقطة الثالثة مهمة ياسر بالنسبة لنا، وقع إقصاءنا من الزيادات من المفاوضات على الزيادات الاستثنائية الخصوصية، وهذا احنا رافضين انه يقع اقصاءنا من الموضوع هذا. بالنسبة للمستوصفات باش تخدم العشية ما احناش ضد انهم يخدموا العشية،
لكن إذا كان يستخدم العسير يجب توفر الإطار الطبي والإطار الشبه الطبي والظروف كاملة كي الصباح كي العشية. الاستعجالي هذا إنه ريبون با أو نورم أو نورم متاع استعجالي. هاك تشوف سامحوني كأنه حمام ما هوش من جمش يكون استعجالي. هاك تشوفوا البنية كيفن هي ولا واحدة كيفن هي ولا واحد متلفت. وعند معاينة مستشفى خير الدين بالكرم وجدنا عدة إشكالات فيه. قسم الاستعجالي دون أبواب، قاعات صغيرة وضيقة، والتجاء المواطن للعلاج وقوفا. فاتصلنا بالإدارة علها تفيدنا بتفسير. قسم الاستعجالي صحيح فيه إشكاليات باعتبار أنه بنية قديمة، لكن معناها عنا توا الوزارة خصت مبلغ مالي هام، معناها 600,000 دينار لتهيئة القسم الاستعجالي، وباش يتعمل قسم جديد معناها مطابق للمواصفات العالمية. وفي غضون الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده معناها فما جلسة عمل مقررة في الوزارة مع المهندس المكلف بالأعداد الأمثلة الهندسية لمعناها بدء الإجراءات وانطلاق من إجراءات الصفقة ومعناها إنجاز القسم هذا. وبين احتجاج الأطباء على ظروف العمل بالمستشفيات ووعود وزارة الصحة بالقيام بإصلاحات قررت منذ زمن، يبقى المواطن في أمس الحاجة إلى تفهم الأعوان لظروفه وإذعان السلطة لإرادته. أفاد مراسلنا بسيدي بوزيد أن عددا من جرحى الثورة بمنزل بوزيان عمدوا إلى إغلاق بعض المؤسسات العمومية بالجهة، وذلك في تصعيد لاحتجاجاتهم. الجرحى يطالبون بتسوية وضعياتهم والأسرى لمحاكمة المذنبين في قضاياهم. مسودة الدستور الحالية لا تعبر عن تطلعات الجالية التونسية المقيمة بالخارج حسب جمعية صوت التونسيين بفرنسا. أعضاء الجمعية اتهموا من يقف وراء صياغة هذه المسودة بعدم إقرار مبدأ المساواة بين التونسيين بالخارج والداخل، معبرين عن استيائهم لعدم الموافقة على إنشاء هيئة دستورية للتونسيين بالخارج. بوخضر حاجي تابع الموضوع. 1,100,000 تونسي يعيشون بالخارج، صوت أغلبهم إلى الترويكا الحاكمة، وبعد سنة من الحكم خرج عليهم نواب التأسيس بمسودة قالت عنها جمعية صوت التونسيين بفرنسا أنها مسودة لم تحترم مبدأ المساواة السياسية بين التونسيين بالداخل والتونسيين بالخارج. يقول لك المساواة التامة في ممارسة الحقوق السياسية، فما رعنا أنه بالنسبة للتونسيين بالخارج تقولش علينا دي مواطنين من سيغوند زون ولا من درجة ثانية، ما عندناش الحق مثلا إذا كان عندنا جنسية أخرى ما عندناش الحق نترشحوا للانتخابات الرئاسية. جمعية صوت التونسيين بفرنسا أول قائمة مستقلة في الخارج امتنعت اللجان التأسيسية بالمجلس التأسيسي عن استضافتها. طالبنا أنه التونسيين بالخارج يكونوا ممثلين في هيئة دستورية نجم تكون المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج، الهيئة العليا، هيئة تكون موجودة ضمن الهيئات الدستورية من أجل دسترة وجود التونسيين بالخارج. حالة من الاكتظاظ في المطارات ومشاكل جمركية زادت من قلق الجالية التونسية. وحسب ما تقوله الجمعية لم تقدم الحكومات الانتقالية حلولا للمقيمين بصفة غير شرعية في البلدان الأوروبية، بل ساهمت في تأزيم وضعيتهم. تم اليوم تعليق جلسة الحوار بين النقابة الوطنية للصحفيين والنقابة العامة للثقافة والأعلام وبين الحكومة مؤقتا حسب البيان الذي أصدرته النقابتين. ودعا البيان رئيس الحكومة المؤقتة حمد جبالي إلى التدخل شخصيا لفرض احترام توصياته واحترام استقلالية الخط التحريري في المؤسسات الإعلامية العمومية والموضوعة تحت التصرف القضائي واحترام القانون بخصوص الفصل بين الإدارة والتحرير. البيان عبر أيضا عن رفض التعيينات الأخيرة على رأس الوطنية الأولى والثانية وطالب بوضع حد للتدخل في شؤون التحرير، واصفا الوضع الإعلامي بالمتأزم خاصة في مؤسسات دار الصباح والتلفزة والإذاعة التونسية بفروعها. حذرت حركة الشعب من الاستقطاب الثنائي بين حركة النهضة وفلول التجمع كما جاء على لسان أمينها العام محمد البراهمي، وطالبت الحركة الترويكا برفع يدها عن الإعلام.
يذكر أن الحركة تستضيف المؤتمر التاسع للناصريين العرب لأول مرة في تونس، وذلك من 7 إلى 9 من سبتمبر الجاري. والترويكا الحاكمة بتحقيق جملة من المسائل سأتحدث عنها وتحدث عليها الأخ محمد. حذرت حركة الشعب اليوم في ندوة صحفية من خطر الاستقطاب الثنائي بين حركة النهضة وما أسموه بفلول النظام السابق، الذين يسعون إلى استغلال حالة الاحتقان في البلاد للعودة من جديد إلى السلطة على حد تعبيرهم. يعني دفعت الأمور نحو هذا المربع فسيكون خطير على المجتمع وتغيب أهداف الثورة ويضيع حلم طالما جرينا وراه نحن التونسيين وشعبنا. حركة الشعب تستضيف لأول مرة في تاريخها مؤتمر الناصر العام، مؤتمر يمتد على 3 أيام وسينطلق يوم الجمعة القادم. ناصريون من كل الدول العربية سيحلون ضيوف على تونس. تونس مش يجوها الناس اللي نادوا بختان النساء فقط، يجوها مناضلون كذلك لهم باع وزاد في هذه البلاد ولهم دور في الأحداث السياسية الجارية، مش يجوها نباشة القبور وأصحاب الفتاوي بالقتل وحرق المخطوطات والتراث، لا يجوها كذلك ناس سياسيين لهم دور في صناعة مستقبل هذا البلد. غياب التلفزة الوطنية المتواصل على الندوات الصحفية لحركة الشعب لاقى غضبا كبيرا لدى الهيئة التأسيسية للحركة. التلفزة الوطنية لم تواكب بتاتا نشاطات حركة الشعب حتى قبل المؤتمر التوحيدي وحتى أثناء الانتخابات الفرد. احنا اتهمناها ونعود نتهمها أن ثم تعمد لتغييب حركة الشعب من مشهد العمل الإعلامي، وهذا مرفق عمومي ما يتحكم فيه حتى حد. هذاك علاش حركة الشعب تحتفظ لنفسها باش تاخذ كل الإجراءات المشروعة ضد التلفزة الوطنية. انعقاد المؤتمر الناصري في تونس دلالة رمزية على عودة العمل القومي بقوة في الساحة السياسية العربية بعدما أعدمت تماما في الأنظمة السابقة. تخوفات عبر عنها بعض النواب صلب لجنة الهيئات الدستورية من أن يتدخل المجلس الأعلى الإسلامي مستقبلا في العملية التشريعية. اللجنة استمعت اليوم إلى المختص في الموضوع الدكتور أحمد النيفر. الدكتور أكد من جهته على ضرورة أن يكون دور المجلس تكوينيا واستشاريا بحتا. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع مع مبعوثتنا سهام المحمدي. مجلس إسلامي أعلى أثار تخوفات وتساؤلات عديدة من أعضاء لجنة الهيئات الدستورية. محمد كريم كريفة أحد هؤلاء الذين يرفضون دسترته خوفا على نمط المجتمع التونسي. أما باش يقوم دسترته راهو باش تعطاله سلطة وقوة للتدخل في المجالات، وهنا الخطر. النائب منير بن هنية أحد المتبنين لفكرة دسترة مجلس إسلامي أعلى قلل من هذه التخوفات وقال إن المجلس سينأى بالدين عن التجاذبات السياسية. لا تخوفات في خصوص تغول هذه الهيئة، لأنه الهيئة هذه باش تكون استشارية، باش تكون ذات طابع معناتها ثقافي وفكري أكثر منه معناتها تطبيق الإسلام وكل شيء، فمعناتها باش يكون معناتها استشاري بالنسبة للسلطة التشريعية وباش يوحد التوانسة إن شاء الله في المستقبل. إضفاء صفة المؤسساتية والاستقلالية على هذه الهيئة سيحميها من التطويع والتجاذب على حد تعبير أستاذ القانون الإسلامي حميد النيفر. شنية مهمه؟ ندرى هو استشاري، ندرى هو باش يعمل قرارات، ندرى هو باش ينافس المجلس التشريعي، هذه حاجه. الحاجه الثانيه الناس اللي في وسطه، العناصر اللي باش تكونوا شنية صفاتهم؟ اذا ما نحدوش صفات كيف يصل هذا الشخص او ذاك، ما هي الشروط نتاعه؟ هل يكون باحث ولا يكون داعيه ولا يكون خطيب ولا شنية صفته؟ صفه ثانيه، الضمانه الثالثه اللي باش تحقق هي علاقته بالسلطه التشريعيه ولا السلطه التنفيذيه. لابد ان نضع روابط واضحه ومحدده بين هذا المجلس وبين السلطات القائمه في البلاد. رؤية غير واضحة لهذا المجلس الإسلامي الأعلى تزيدها غموضا مسألة الإفتاء التي يمكن أن تتفرع عنه، فأي دور لمؤسسة الإفتاء في المرحلة القادمة، وهل سيعوض الإفتاء القانون ومؤسسات الدولة؟ مسودة الدستور التي تعمل عليها لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما
تفتقد إلى التبسيط ومثقلة بنقاط يصعب فهمها. هذا ما أكده الخبير القانوني أمين محفوظ اليوم في جلسة الاستماع صلب اللجنة. محفوظ أقدم أيضا تصوراته ومقترحاته لتحسين هذه المسودة. يجب القطع ويجب معناها نختار قانون واحد اللي هو القانون فقط بدون هذا التصنيف بين قانون أساسي وقانون عادي، ونضع المجال له ويكون مجال محمي وليس مجال محدد، لأن لهنا كيف نقوله مجال محمي فالسلطة التشريعية ترجع مبدئيا أو الوظيفة التشريعية ترجع مبدئيا للسلطة التشريعية وبصورة ثانوية للسلطة التنفيذية. أما عندما نحدد مجال القانون فسوف تنقلب بالآية ويصبح المجال التشريعي من اختصاص التنفيذية واستثنائيا من اختصاص التشريع. ففي إطار التبسيط، فكرة التبسيط المؤسسات وتفادي هذه النزاعات المفتعلة، يفضل دائما العمل بنص قانوني وحيد اللي هو القانون. الرقابة على الانترنت ستكون بهدف حماية أمن الدولة وفي إطار قانوني واضح. هذا ما أكده وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال منجي زروق على هامش الاجتماع التأسيسي للمنتدى الوطني لحوكمة الانترنت، منتدى يهدف إلى دعم وعي وقدرات مستخدمي الانترنت ووضع مخطط عمل وطني في هذا المجال وغيرها من النقاط. حبيت نقول لك نرجع للرقابة، الهدف نتاعنا واللي نمشي حقا أنه تصير بعض الأشياء، هل أنه الحكومة ولا أطراف يتصرفوا لحساب أطراف خارج الحكومة. فإذا كان فما رقابة يلزمها تكون في مبنية على أساس قانوني لحماية أمن الشعب التونسي وأمن دولته أمن بلاده. فهذا الإطار الوحيد القانوني اللي ممكن أنه يكون فما تجاوزات يصير كل شيء. تعرف أنت بعد ثورة مؤسسات البلاد تأخذ وقت باش تتأسس، فهمتي؟ أنا كما قلت في عدة تصريحات الآن المؤسسات هذه في طور البناء، والبناء أخت الكريمة الإنسان حتى باش يبني دار تحب له عام، فهمتي؟ فبناء مؤسسات بالحجم هذه بالتعقيدات الفنية هذه يأخذ وقت. فأنه التوجه هذا، والناس ينجموا يحاسبون إذا كان ما يكونش التوجه هذا، التوجه أن يكون الإطار قانوني ديمقراطي يشرف تونس. أنا هذا توجه على كل واللي ندافع عليه وما لقيتش معارضة فيه يمثل تونس. بالنسبة للرقابة القانونية كل دولة ديمقراطية عندها لحماية مواطنيها ويزمها تكون كذلك. بالنسبة لفائدة التكنولوجيا الرقمية وقوتها التحويلية في الاقتصاد التونسي هذا لا نقاش فيه، الشعب التونسي كله متفق أن التكنولوجيا هذه ومجتمع المعلومات وهذه يعني فرصتنا باش تكون لتونس دور، ثم فرصة كذلك للتشغيل. احنا اليوم كنا فقط نتحدث على تركيز الألياف الضوئية حتى والنفاذ حتى للمنازل والمنشآت الصناعية، هذه من المشاريع اللي يمكن تدفع الحركة الاقتصادية في تونس والتشغيل بصفة كبيرة باعتراف كل الناس. الواحة عطشة وأصبحت مهددة، هذا ما أكده فلاح الحامة بجابس. فلاحون انقطعت مياه الري عن واحاتهم منذ ما يفوق 3 أشهر. لو تقريبا شهرين ونص 3 شهور، أنا واحد من الناس فلاح وكان هزك الغابة نتاعها وتشبحها، يعني أنت بحد ذاتك ولو ما تعرفيش فلاحة قلبك يوجعك، لأن إنسان فهمتني ولا خدم وبذل مجهود وصرف فلوس واليوم في 3 شهور أنا عندي تسوي شهرين و 13 يوم ما سقيتش. أنا منبوتة تشدك البقطة هذي، ما فهم حتى منبوتة باش تقعد لك شهرين و 13 يوم ما تشربش، سواء منبوتة كبيرة ولا صغيرة. ولذا يعني اللي باش تكلميه كلمنا السيد المعتمد اللي قبل ما يحول من هنا، لو ما فماش وذن ساقيه ها يبست الغيب، ها نوريك، هاي مستعد نوروك الغابه، مستعد نوروك الواحه مشت واحه الحامه، مشت واحه الحامه تحتضر نعم تحتضر، معناها ما لقيناش ناس. إضراب عن العمل ليومين دخل فيه عمال المجمع المهني للغلال بواد مليز من ولاية جندوبة، مجمع يوفر المنتجات لفائدة العديد من المزودين في مختلف جهات البلاد. الإضراب يأتي على خلفية فشل المفاوضات مع الإدارة والمتعلقة بقرار الترسيم والحقوق المهنية التي أقرها المجمع في أوت 2011 حسب المضربين. الملدي زوابي والتفاصيل. بعد أن فشلت المفاوضات بين العمال وممثليهم من جهة والإدارة من جهة ثانية، شرع اليوم عمال المجمع المهني المشترك للغلال بوادي مليز في تنفيذ إضراب بيومين، وذلك احتجاجا على عدم تفعيل قرار الترسيم المتخذ في شأنهم منذ أوت 2011.
من المجمع المالي المشترك هنا عندنا شي 26 سنه ماناش مترسمين. طلبنا بعد الثوره بالترسيم باش يحسنوا الوضعيه نتاعنا كيما الشعب التونسي كل قاعدين نفس الخلاص نفس الوحدات ما عندناش حتى صفه ترسيم قاعدين برسك معناها وكازونا كيما كنا كيما قاعدين. ترسمنا في 2011 رسمونا على حساب النظام الاساسي معناها النظام الاساسي اللي في النظام الاساسي باش يشملنا هكا نحن ماشي في بالنا لكن جاتنا ترسيم ورقه الترسيم على حساب النظام الاساسي والحقوق ما تمتعوش به عمل قاعدين نخدموا ب 9000 فرنك. هل يعقل 9000 فرنك واحد رب عائله قاري في ثلاثه في الجامعه انا قاري في ثلاثه في الجامعه 9000 فرنك تعيش العائله ولا تقاري الاولاد. وصلنا خمسه جلسات فتو رجعات وقال لك في وصلت الحكومة خير الحكومة الحكومة أنت ما عملت حتى شيء والحكومة هي اللي باش تعمل شهادة طبية ما عادش باش تمشي خاطر وشنو حاقرون احنا ديما نحن الشمال الغربي محقورين شهادة طبية ما عادش تمشي كونجيات ما عادش عندنا فيها الحق ولا مهدين من الإدارة من أي واحد صغير حتى الكبير ولوا نتلفنوا لهم حتى باش نسألوا على خلاص وقت شي ولوا ما عادش يكلمونا خلاص. إدارة المجمع من جهتها أكدت على أهمية الدور الذي يقوم به عمال المجمع المختص في إنتاج طعوم وأصول الأشجار المثمرة أكدت أن الإدارة قامت بواجبها وأن الحكومة تقاعست في التفاعل مع حقوق العمال. الوضعية هذه راهي الإدارة متهمتها وعملوا مطالب الوزارة الأولى والوزارة الأولى هي المسؤولة على الـ على الـ على الـ هي على الطبقة هذه هكا ومنها الحكاية مربوطة بالوزارة الأولى يعني الإدارة ماهيش رافضة أنها باش توضح لهم حقوقهم المهنية هذه. لا لا احنا بكلنا ماناش رافضين كلهم ظروفهم تعبة والحكاية الفلوس كلها تصبها الوزارة الأولى وكا هو احنا موافقين. رسالة يوجهها اليوم عمال المجمع العمال الذين حافظوا على هذا المكسب بكل ما أوتوا من قوة على أمل أن تترجم الوعود التي تلقوها إلى أفعال. وفي سيدي بوزيد أيضا ومتابعة لعملية اقتحام أحد النزل بالمدينة والتي نفذتها أمس مجموعة نسبت إلى التيار السلفي تمكن مراسلنا من التحدث مع صاحب النزل ومديره ليتحصل على التصريحات التالية. مرة هذه جاءوا باش كسروا ما خلوا حتى شيء في الوتيل بدأوا يعني لا خلوا حتى البيوت اللي تسكن فيها الناس اللي فوق طلعوا كسروا البيبان وكسروا المحتويات نتاعها والاثاث نتاعها وكل في الاخر مشاو للدار خويا اللي هو جيرون تاع الوتيل اللي ساكن في الوتيل كسروا خلعوها سرقوا تقريبا 8 ملايين حسب فلوس فوق الواحد واللي رينا كانوا ثم ناس عمزلوا داخلين من الباب ركبوا الحي معاهم يعني ثم سلفيين بالحق واللي اعطينا اساميهم احنا في المره الاولى مقاشه بمتابعتهم جاوا مره هذه هم موجودين تقريبا ما بين 60 و 80 واحد هم اللي جاوا معاهم جماعه اللي ريناهم يركبوا منهم فيهم اللي ركبوا في الرحيم تاعهم في الباب اول حاجه الناس كل هربت في حد زوز توريست هربوا منهم واحد التيروريزي هولندي اسمهم يعني ذيك بريمو الكارثه الكبيره اللي وقعت هنا ثم ناس مقيمين هنا في الوتيل هربوا ثم حتى البيت البارح يعني في بيت مخلوع كسر موقف فصلت البارح ما ثم حتى شيء بعد ما مشاو كملوا هما كالعاده تجي الشرطه باش تعظم الاجر اسمع هذا اللي قال البارح اتصلنا بالوالي اللي توا كنا بعده يقول كون علم الشرطة قبل ما يجون اللوتيل وقال لهم قاعدين يتجمعوا ماشي اللوتيل وما صار حتى شيء وما جاء حتى واحد رغم علمناهم حتى بالتليفون هنا تقريبا مازالوا هم في الباب وامور واضحة عنده رخصة وامور واضحة وهذا النزل هذايا سياحي وناشد المجتمع المدني في سيدي بوزيد في ولاية سيدي باش يوقف وقفة حازمة أمام هذه التصرفات الهمجية اللي جاتنا بها مجموعة ما نعرفوش شنو الهدف نتاعهم. تفعيل مكونات الديمقراطية لدعم الأحزاب السياسية عنوان جلسة عقدت بولاية المهدية اليوم وتناولت بالنقاش موضوع العدالة الانتقالية وآليات دعم الأحزاب ومسألة الانتخابات. الجلسة جاءت في إطار تحسيسي وجمعت أربع ولايات سوسة والمنستير المهدية وصفاقس. هذا ومن المنتظر أن تكون الدورة القادمة في تبرقة يوم 11 من هذا الشهر. السحب فرج في إطار دعم مكونات الديمقراطية من خلال دعم قدرات الأحزاب السياسية في مجال التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وفي نفس الإطار انعقد اليوم الملتقى الجهوي حول الديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية والانتقال الديمقراطي. اليوم في حاجة لإدماج وتشريك جميع الأطراف سواء كان ممثل عن حزب سياسي أو ممثل عن المجتمع المدني أو ناشط
مش بالضرورة بيكون شخص مواطن عادي يحب يشارك، لأنه بالفعل تحدثنا برشا سابقا قبل الثورة على الديمقراطية على المقاربة التشاركية، واليوم بالفعل نحبوا نحقوا المفهوم الصحيح للديمقراطية التشاركية، لأن نحبوا ندمجوا ونشاركوا جميع الأطراف باش نناقشوا بعضنا كيفاش نتصوروها الديمقراطية التشاركية. الشباب وتصوراته للمرحلة المقبلة ومشاغله في علاقة بالبلديات والفضاءات الحضرية، مواضيع تناولها بالنقاش المشاركون اليوم في الجلسة الثالثة لجمعية البلديات الهولندية بولاية سيدي بوزيد، جلسة تهدف إلى تشخيص أوضاع الشباب في الوسط الغربي، وتابعها نور الدين السعيدي. التشخيص السريع التشاركي حول أوضاع الشباب بجهة الوسط الغربي مثل عنوان ورشة العمل لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية في ولاية سيدي بوزيد، وفي إطار برنامج دعم الحوكمة المحلية الديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورشة قدم فيها عدد من الشباب الممثلين عن الجمعيات تصوراتهم عن حاجياتهم ومشاغلهم. عندهم نظرة غير واقعية برشا، كأنه الشباب في سيدي بوزيد حاضر في كل مع كل السلطات ومع كل الهياكل ويقع تشريكه، وهذا غير صحيح. اليوم يقع تغيب الشباب تماما في سيدي بوزيد، لا تقع دعوته للمشاركة تماما. شباب في سيدي بوزيد كان محرك الثورة وكان هو الداعم لها وهو صمام الأمان حتى لمستقبل الثورة هذه، غير أنه اليوم تغيبه يطرح أكثر من سؤال. اليوم ضرورة أنه تشريك الشباب يتحول إلى ثقافة. يأتي هذا المشروع النموذجي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية في إطار دعم الانتقال الديمقراطي بتونس وتجاوز العراقيل المحدة من مشاركة الشباب من الجنسين في الحياة العامة وخاصة الفضاء الحضاري. يقع تحديد المشاكل و بلورة إمكان تجاوزها، وبذلك توفير كل مشاريع الدعم لذلك. فإحنا التعامل متاعنا تشاركي باش نشخصه باش نحدد شنية الحلول، وكذلك نوفر الإمكانيات من عنا أو من عند شبكة التعاون معنا سواء كانت الوطنية أو المنظمات العالمية باش نستجيبوا لهذه الطلبات، وما يكونش يعني كلام وحبر من على ورق، يكون عمل يعني مبني على قاعدة وعنده أفاق يعني عملية. يذكر أن ورشات العمل ستنظم في الأيام القليلة القادمة بكل من الشمال الغربي والجنوب الشرقي، هذا وتعتمد طريقة العمل على تشريك الجنسين من المجتمع المدني، وفي هذا الإطار يتنزل ما أطلق عليه المشروع النموذجي في تونس للوكالة. بهذا نأتي مشاهدينا إلى تذكير بأبرز العناوين. مقتل بحارين مصريين وإصابة اثنين آخرين في المياه الإقليمية التونسية. عدد من أعضاء المجلس التأسيسي يحتجون على قرار تغيير النيابة الخصوصية بصفاقس. أطباء تونس الكبرى يواصلون حمل الشارات الحمراء. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.